perfecto. في بداية الصيف نظرا لمشكل المياه على مستوى الغرب الجزائري وشح من الأمطار، سوناطراك قامت بإعادة تأهيل هذه المحطة لرفع من إنتاجها. إذن اليوم الحمد لله ابتداء من أوت سبتمبر الإنتاج وصل إلى 60,000 متر مكعب، وهذا الإنتاج هذا اللي سمح لنا باه نغطيو احتياجات الساكنة تاع تيرمسان، خاصة الجهة الغربية ما يسمى بالرواق الغربي.